يا كابتن خالد وكل ضيوفك الكرام وكل مشاهدي ملعب النادي قناه النادي الاهلي في كل مكان، يمكن مكملين لقاءاتنا معانا كابتن مودي الجرحي احد كباتن الفرقه ونجوم فريق النادي الاهلي. يعني كابتن مودي، يعني الف مبروك الفوز السنه الثالثه على التوالي الدوري المرتبط السله. بطوله كانت صعبه، يمكن النهارده كنتم مريحين شويه، لكن الف مبروك الفوز بالبطوله. الله يبارك في حضرتك. طبعا في الاول بحب ابارك لجمهور النادي الاهلي على البطوله، بطوله الدوري المرتبط للعام الثالث على التوالي، والحمد لله يعني احنا الحمد لله وعدناهم ان احنا هنموت نفسنا في كل بطوله ونقدر نحرز يعني البطولات باذن الله. بس انا في حته عايز اتكلم فيها بس على ماتش النهارده، عشان انا طبعا انا عارف هو في ناس نفسها تبوظ فرحه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. ماتش النهارده احنا كلنا قبل الماتش خلاص الحمد لله احتفلنا ببطوله الدوري ومريحين، عندنا كمان اربع ماتشات، عندنا بطوله كاس مصر وبعد كده بطوله افريقيه، فكوتش مريح ناس بره ال 12 حتى اللي بيلعبوا في اصابات كوتش مريحهم. اه طبعا الجمهور الاهلي عايز يكسب كل ماتشات، بس احنا مصلحه الفرقه ان احنا النهارده ما ندوس جامد عشان خلاص احنا حققنا التارجت بتاعنا ان احنا خدنا الدوري. انا عارف في ناس كتير نفسها تبوظ علينا فرحتنا، بس الحمد لله يعني الحمد لله ببارك لجمهور النادي الاهلي. يعني اصعب اللحظات بقى في مشوار البطوله بعد النهارده الفوز والفرحه والحمد لله، يعني البطوله اللي العام الثالث على التوالي اصعب لحظات البطوله المرتويه. والله بص انا بالنسبه لي كان ماتش الاتحاد امبارح، عشان كان في كلام كتير قبل الماتش ان الاهلي بكتير وفرقه الاتحاد مش هتخسر السنه دي، كان في كلام كتير بيتقال على الكلام ده يعني، واحنا كنا واخدين عهد قبل الماتش ان احنا ان شاء الله باذن الله هنخلص دوري مرتبط من اول يوم، هنكسب كبار وصغيرين وان شاء الله الصغيرين بتوعنا هيقدروا يخلصوا تاني من الصبح خلاص، ويبقى ايه اللود بتاعنا ان احنا نلعب ماتشين. زي ما حضرتك قلت دي لعيبه النادي الاهلي، وطبعا انتوا عارفين جمهور النادي الاهلي ما بيشبع. البطولات اللي جايه ان شاء الله شايفينها ازاي وتقولوا للجمهور ايه؟ لا طبعا بطولات جامده طبعا جدا، بس الحمد لله دي كبدايه، احنا اول بطوله في السيزون تتلعب السنه دي اهو، ادي النادي الاهلي بطل ليها ان شاء الله، هنخش على كاس مصر هنلعب دور ال 16 بعد كده بطوله افريقيه، فان شاء الله احنا واخدينها خطوه خطوه لغايه ان شاء الله باذن الله نحاول نحقق اكبر عدد من البطولات في اخر الموسم عشان نفرح جمهور النادي الاهلي ان شاء الله يعني. شكرا كابتن، نتمنى لك التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا كابتن خالد، ده كان لقاءنا مع كابتن مودي الجرحي لاعب فريق النادي الاهلي لكره السله.